طيب إذن الحديث الآن من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي هو فكرة السلالات المتطورة من هذه الماشية واللي هي أكثر إنتاجية. هنعرف رأي الأستاذ محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير. مساء الخير أستاذ محسن، أهلا بيك. أهلا يا فندم، مساء النور. أولا عايزين نعرف رأيك فيما طرحه الرئيس النهاردة. والله الرئيس يعني طرح رأي حكيم جدا ومبسط جدا وواضح جدا لأي حد. هي معادلة بسيطة جدا، البقرة اللي بتاكل نفس الأكل ونفس الكمية ونفس المية ونفس كل حاجة، بدل ما هي في التسمين البقرة الغير محسنة البلدي اللي عندنا بتنمو في اليوم 8 من 10 كيلو للتسمين، البقرة الأخرى بتنمو 1.5 كيلو يوميا. فده ببساطة شديدة إن إحنا في نفس الوقت اللي هنربي فيه البقرة اللي هو مثلا 3 4 5 أشهر هناخد ضعف كمية اللحم اللي كنا هناخدها من البقرة التانية. فده زيادة في الإنتاج ضعف 100% بالظبط يعني بالنسبه لانتاج اللحوم. معلش استاذ محسن، يمكن حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي احنا شايفين على الشاشه الفرق ما بين هذه السلاله وهذه السلاله، يعني بس فقط لتوضيحها للمشاهدين، حتى زميلي كان بيقولها بيطلق عليها في بعض الاماكن الماشيه المعظمه. اتفضل يا استاذ محسن، اتفضل. ده مظبوط مظبوط. الماشيه الثانيه اللي هي اللي احنا السلاله اللي احنا الرئيس بيحاول يحسنها، احنا بنجيب سلالات سيمنتال. سيمنتال دي بقرة، في البقر انواع، في بقر بيدي لحم فقط واللبن بتاعه قليل قوي، وفي بقر بيدي البان عالية جدا ان اللحمة بتاعتها قليلة، وفي بقر بيسموها دبل بيربس او ذات يعني هدفين، بتدي لحم كويس وبتدي لبن كويس. وده اللي احنا بنشتغل عليه، وابتدينا فعلا مع القوات المسلحة ومع وزارة الزراعة بداية المشروع بتاع إحلال الثروة الحيوانية الحالية بسلالات المستهدفة اللي هي العالية الإضرار في اللبن وعالية الإنتاج في اللحوم. يعني بدأتوا بالفعل أستاذ محسن؟ بدأنا في الفعل فعلا، وبدأنا في التسليم فعلا للفلاحين. ايوه. وبعدين يعني وزاره الزراعه عملت نموذج جميل جدا، هي بتجيب الفلاحين المستفيدين بعد ما بنعمل لهم بحث وانهم عندهم القدره على تربيه هذه الابقار، وبنبتدي البنك الزراعي للتنميه الزراعيه بيمول هذا، لان البقر ده غالي شخيص، فبنموله للفلاح، وعلى مدى مثلا 2 أو 3 سنين بيسدد ثمن البقر. وده بالتالي بيخلي الفلاح عنده سهولة في سداد ثمنها، وفي نفس الوقت هو كسب، لأن في 2 3 سنين دول البقرة دي هتولد 3 مرات. طب هل نقدر نقول الرقم اللي اشتغلته عليه حتى الآن في هذه العملية من الإحلال أو الاستبدال، وإزاي كان رد فعل المزارعين والفلاحين في هذا الأمر؟ يعني أنا مش عايز أقول لك، إحنا أول ما ابتدينا بأول 1000 راس يعني إحنا علينا طلبات على وزارة الزراعة، طلبات ضخمة جدا يعني، وبنتعاقد على أول على 20,000 راس الأولانيين، ولأن برضه الموضوع عايز مزارع معدة، وعايز لأن له إجراءات يعني مش بسيطة يعني. فاحنا طب يعني عايزين نعرف تفاصيل هذه الاجراءات، ايه المطلوب حتى يتحقق هذا الموضوع ونصل الى 2 مليون تقريبا راس ماشيه؟ طبعا بيعتمد اساسا على تجهيز التمويل اللازم للكلام ده، لان انت عشان تستورد الابقار دي لازم عندك مزارع اولا تدخل فيها فتره الحجر الصحي. الأبقار لما بتيجي من بره بتدخل في المزارع محجورة في حجر صحي لمدة 21 يوم أو حسب المدة المطلوبة يعني. وبعد فترة الحجر بتبتدي تتوزع على
الفلاحين وعلى المستفيدين. فعندك المزارع اللي تستوعب الكميات اللي جايه دي عشان الحجر الصحي بتاعها. وبعدين بيتكشف عليها وبتاخد تطعيمات، يعني ليها شويه اجراءات كده بس كلها قادره طبعا. طب هل الانتاجيه الزياده دي يعني هيعرف هذا المزارع كيف يتم التصرف فيها؟ يعني سواء من ناحيه الالبان او اللحوم. طبعا ولو عنده عجل، العجل ده بيزيد كيلو ونص كل يوم، الراجل ده بعد ما يبيعه بدل ما يبيعه بعد 6 أشهر ب 400 كيلو هيبيعه بعد 3 أشهر 400 كيلو. فهو هيتصرف فيها، هيتصرف فيها يعني. ودي طبعا احنا عندنا نقص في اللحوم كبير، في اللحوم المستورده حجمها كبير. فده لو اصبح عندنا انتاج محلي يعني الفجوه كبيره، يعني هيبيع ديفنتلي يعني، مفيش فيها كلام يعني. أنا بشكرك جدا الأستاذ محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، شكرا جزيلا ليك.